نفساتي هذا المساء وفئات القعدان اللي جاية وملتقى الشعارات وملتقى الإخوان وشعارات أبناء القبائل من دول مجلس التعاون. نرحب بجميع الحاضرين والمتابعين خلف شاشات قناة الريان الفضائية، وترحيبنا كذلك بالحاضرين والمتواجدين على أرضية ميدان الشحانية لانطلاقة منافسات هذا المساء. نبدأ مباشرة بالنداء مع أول المراكز لنتابع على مقدمة هذا الشوط انطلاقة أربد هادف بالحزم بن قناص العامري أحد الضيوف القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخصيصا من مدينة العين، ليقدم لنا شعاره ويقدم لنا أربد كقائدا لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني التواجد من شاهين أحمد بن سلمان بن عبد الله بن محمد المنصوري بانطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث يتواجد حفلنا الكريم خطير حمود بن شافي بن ناصر بن حمود الشافي على المركز الثالث. المركز الرابع على التقدم مشاهدينا الكرام حفلنا الكريم من قبل دالوب عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري. والمركز الخامس هذا شعار الصعاق من واقع شعار التقدم من قبل شكلان راشد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق المري على المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى وحضور الشعارات خلف الخمس. تابع الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية هذه الشعارات الحاضرة المنطلقة اللي ما بعد حان تواجدها بالنداء، لكن ترقبوا وصول هذه الأسماء وهذه الشعارات في دائرة الأسماء وفي محور النداء لنداء الأسماء الخمسة الأولى. انتصفت مسافة هذا الشوط وجائزة هذا الشوط سيارة مع الناموس الغالي. هنالك سيارة في هذا المساء، جميع أشواطنا سيارات، أشواط الخمسة وعشرون سيارات، جميعها سيارات. متمنين التوفيق للجميع. أعود إلى الصدارة، أعود إلى تواجد أربد مع المركز الأول على الصدارة والمقدمة. هادف بالحزم بن قناص العامري، بن قناص يبغى يقتنص الفرصة، يبغى يقتنص الفرصة بانطلاقة أربد، ومع هادف يبغى يسيب الهدف بانطلاقة أربد على المركز الأول. المركز الثاني دالوب بقيادة هذا السيل الجارف من القعدان اللي جاية. دالوب تعود ملكية عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوع المري. المركز الثالث وصل الأول ندى بدران صالح بن مسلم بن طرشوم العامري. المركز الرابع شعار بن شافي مع انطلاقة خطير حمود بن شافي بن ناصر بن حمود الشافي. والمركز الخامس شكلان لراشد بن سالم بن علي بن متعب السعاد. تشكلت الأمور، تشكلت الشعارات وحضرت المنافسة. يا سلام، أعود إلى الصدارة، أعود إلى أربد على المركز الأول. بدأ تعد التنازل إلى الناموس وإلى خط الفيصل مع أول المراكز أربد. هادف بالحزم بن قناص العامري مع مقدمات هذا الشوط، لكن المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام الصير ناصر بن راشد بن شاب المري. يا الله يا سبداني، وصل بن ذروة مع الراوي محمد بن جلالة بن سعيد بن ذروة المري. غادم مع الراوي بأداء الراهي. ينطلق الراوي على المركز الثالث. المركز الرابع شافي، لكن أعود إلى أربد. أربد مع الصدارة، الأسماء قادمة، أربد مع القيادة. السيارة ما زالت حائرة ما بين الأسماء ما بين الشعارات. أربد على المركز الأول، هادف بالحزم بن قناص العامري، ما زالت الكورة بملعبك الهادف مع انطلاقة أربد على أول المراكز. لكن من اللي بيصيب الهدف بانطلاقة هادف؟ هادف مع الصدارة، هادف مع السيارة، مع الناموس، مع التتويج. الله، أربد. يبدو بأن قفل مجريات الشوط بانطلاقة على أول المراكز. لا خطورة أبدا على أربد، وانطلاقة نحو الناموس ونحو التتويج. الثاني والتبريكات لهادف بالحزم بن قناص العامري، من اقتنص الفرصة وفاز معنا في هذا المساء. وللمعلومة قام مجريات الشوط بانطلاقة مع أول المراكز حتى خط النهاية، منذ الانطلاق حتى خط النهاية وهو محافظ على مركزه وعلى أول المراكز. ثاني التبريكات لهادف بالحزم بن قناص العامري المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام
كفو الغدير بن حميد بن خميس الجديد المركز الثالث كان وصول مغيب البصير لناصر بن راشد بن شابل الزبداء المري المركز الرابع الرهاب محمد بن جرب بن سعيد بن ذروة المركز الخامس ووصل الباسل سعيد بن حمد بن صالح على فهيدة المري. مشاهدينا الكرام متابعين الأعزاء بحضراتكم إلى نتيجة شوطنا السابق والتوقيت الزمني لحظة الوصول 5:58:07 التالي التبريكات لملك أربد هادب بن حازم بن قناص العامري المركز الثاني وصل كفو توقيت الزمن 6 دقائق للوفاء والتمام بدون ثواني وبدون أي ساعة. تاني التبريكات لغدير بن حميد بن خميس الجديري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث وصل البصير 6 دقائق بدون ثواني جزئين من الثانية. التاني والتبريكات لك يا بن شابل ناصر بن راشد بن شابل الزبدان المري على هذا الفوز.